مرحبا، إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وبسلامة، وخلي حياتك أحلى مع عبير. بهالفيديو رح نحكي عن كيف نتبع حمية الكيتو خطوة بخطوة بطريقة صحيحة. خليكم معي لآخر الفيديو. في الجسم بيحدد هرمون الإنسولين إما أنه يتم حرق السكر أو الدهون، لهيك باتباع حمية الكيتو لازم نخلي مستويات هرمون الإنسولين منخفضة حتى يتجه الجسم إلى حرق الدهون بدل السكر. كل ما زاد عدد الوجبات وزادت نسبة الكربوهيدرات في وجباتنا بيرتفع مستوى هرمون الإنسولين، وبالتالي ما رح نحقق هدفنا باتباعنا لحمية الكيتو. لهيك عدد وجبات أقل مع نسبة كربوهيدرات أقل بتساعد بإبقاء مستويات هرمون الإنسولين منخفضة، وبالتالي يتجه الجسم إلى حرق أكبر كمية ممكنة من الدهون. أول شيء نتجنب السكر بكل أنواعه، سواء السكر الأبيض، السكر البني، العسل، جميع أنواع السكر. ثاني شيء نتجنب الفواكه باستثناء الفراولة والتوت. تجنب الحبوب بما فيها دقيق القمح، حبوب الإفطار، المعكرونة، الخبز، البسكوت، والبديل بيكون عندنا دقيق اللوز اللي نحن فينا نستخدمه بالمخبوزات والبيتزا وكثير من الوصفات الطيبة. تجنب النشا بما فيها البطاطا والبطاطا الحلوة واللي نحن فينا نستبدلهم بالزهرة، بتعطينا طعم كتير قريب من البطاطا بنسبة كربوهيدرات أقل. فينا نستخدمها بوصفة البطاطا المهروسة، فينا نستخدمها بعجينة البيتزا، كتير مفيدة ونسبة الكربوهيدرات فيها أقل. ثاني خطوة هي تناول كمية كبيرة من الخضروات. لما نحكي عن كمية كبيرة يعني أقل شيء 7 أكواب من الخضروات المتنوعة. يفضل تناولها ببداية الوجبة لحتى نضمن تناول أكبر كمية ممكنة منها. هالشي بيساعد على ضبط السكر في الدم، تزويد الجسم بالطاقة، والحصول على العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم، وفيتامين سي. ثالث خطوة هي تناول كمية معتدلة من البروتين بشكل عام، تكون مساوية لحجم كف الإيد. بس كل ما كنا عم نمارس رياضة أكثر، كل ما بيحتاج جسمنا لبروتين أكثر. طبعا ممكن تناول مختلف أنواع البروتين من اللحمة، السمك، الدجاج، المأكولات البحرية، الجبنة، البيض، المكسرات، الزبدة وزبدة المكسرات. رابع خطوة هي إضافة الدهون للوجبة، مثل الأفوكادو، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، الزبدة. بهالطريقة نحن عم نضبط من مستويات هرمون الأنسولين، وعم نساعد على امتصاص العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة بطريقة طبيعية. خامس خطوة هي تناول المكسرات أو الجبنة بعد الوجبة. بهالطريقة نحن منزيد شعورنا بالشبع لأطول فترة ممكنة. سادس خطوة هي الجمع ما بين اتباع حمية الكيتو والصيام المتقطع، بحيث أنه نحن نمنح الجسم 6 ساعات من الفرصة لتناول الطعام و 18 ساعة من الصوم. ممكن نخلي أول وجبة رئيسية لإلنا تكون على الساعة 12 الظهر، وتاني وجبة رئيسية تكون على 6 المساء، بشرط عدم تناول السناكس أو الوجبات الخفيفة بين هالوجبتين، لأن الوجبات الخفيفة حتى لو كانت قليلة السعرات الحرارية هي بتحفز الشعور بالجوع وبترفع من مستوى هرمون الأنسولين.
وطبعا ممكن نستبدل الوجبات الخفيفة أو السناكس بمشروبات خالية من السكر مثل الشاي والقهوة والأعشاب.